رواه في المختارة. هذا كتاب لمحمد بن عبد الواحد المقدسي، جمع أحاديث يراها في نظره صحيحة زائدة على الصحيحين، وهو من فقهاء الحنابلة. والحديث في الحنابلة ليس بذاك، يعني هم جمعوا بين الفقه والحديث، لكن نرى أن الشافعية والمالكية اعتنوا بالحديث أكثر، وأما أتباع أبي حنيفة فإنهم اعتنوا بالفقه أكثر، ولذا سكنوا الكوفة ويقال لهم أصحاب الرأي أو القياس، بينما أهل البصرة هم أهل الزهد، ولذلك نسمع زهاد البصرة. وهذا الكتاب يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لا شك أن تصحيحه أعظم من تصحيح الحاكم، وهذا يدل على أن ما اختاره رحمه الله لا يدل على أنه صحيح جملة وتفصيلا.